نذرت نذرا إذا رزقت بمولود ذكر وأكمل 11 سنة أن أهاجر إلى المدينة المنورة، وحيث إنني قد رزقت بهذا المولود وأكمل 11 سنة، وإنني لا أستطيع تنفيذ هذا النذر لوجود بناتي ومصالحي وارتباطي بذلك، لذلك أمل إفادتي، وهل علي كفارة في ذلك؟ أنت نذرت أنك تروح للمدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي والمجاورة عند المسجد، وهذا نذر طاعة، قد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، لأن الصلاة في المسجد النبوي لها فضيلة على غيره من المساجد. فإن تمكنت من تنفيذ هذا النذر يجب عليك ذلك، وإن لم تتمكن في الوقت الحاضر تنتظر إلى أن تسنح الفرصة ثم تذهب وتنفذ هذا النذر. نعم.